إنجاز شبابي مميز حققته طالبة كويتية في إحدى الدول الأوروبية. مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا خبر حصول الطالبة الكويتية رنا الجلال بجامعة الكويت قسم الاقتصاد على جائزة التميز في البحث العلمي من جامعة ساينس بو في باريس، وذلك ضمن المسابقة السنوية التي تعقدها الجامعة لاختيار أفضل الأبحاث المتميزة لطلبة الدراسات العليا في مجال البحوث الاقتصادية. حسابات في مواقع التواصل ذكرت أن هذه الجائزة تدخل ضمن برنامج الكويت لدى ساينس بو، ويمثل شراكة متبادلة بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة ساينس بو بباريس، وتشتمل التعاون الوثيق ما بين أكاديمي وطلبة ومتخذي القرار من دولة الكويت وجامعة ساينس بو. المغردون باركوا للجلال على هذا الإنجاز العلمي والعالمي والذي يحسب ضمن الإنجازات الشبابية والأكاديمية لدولة الكويت، مؤكدين أن مثل هذه الإنجازات بها تفخر الأوطان بأبنائها وبناتها.